هنغير الوحدات كيلو متر متر، طبعا مش هبدا من اول وجديد. ركزوا معايا بقى، انا هجيب الملف اللي فات فاكرينه؟ كان اسمه ايه الملف اللي فات؟ كان فين يا عبد الله؟ ايه؟ كان اسمه سلاب، سلاب تو ايه؟ هو ده السقف بتاعنا، بس احنا عاملين اكسترود هنا والاريا انفيزيبل. عايزين نعمل السقف ده دلوقتي فلات سلاب في لمح البصر. طبعا ما اقدرش اعمل الكلام ده لان في كاميرات لازم اسيبها، خاصه اللي عندي اللي شايله السلم. ما احنا لو بصينا في 3 دايمنشن وقلنا له ديسبلاي شو لود فريم اوكي، هنلاقي في عندنا ادي كاميرا اهي شايله السلم ده صح، في كاميرا تانية الناحيه التانيه شايله برضو حمل كبير. طيب الحل بسيط، هنقول بسم الله فايل سيف اس، هنسميه فلات سلاب. فلات سلاب جميل. هنخفي البلاطات، مش عايزينها في حاجه، مش هنعدل حاجه. هندخل من قائمه ديفاين سيكشن بروبرتيز اريا سيكشن، بدل ما هي سلاب 14 موديفاي خليها 20. السؤال، هل لازم اعدل الاسم اللي فوق؟ مش لازم، ممكن تصير سلاب 14، نوع من الوهم والخيال. يعني هي اسمها سلاب 14 بس هي جوه ايه؟ 20، مفيش مشكله عنها. يعني مش اسم، اصل في ناس تفتكر انه لو دخل، خد بالك في ناس تعمل ايه؟ يروح جاي كده كانسل، يدخل من قائمه ديفاين سيكشن بروبرتيز اريا سيكشن موديفاي، يسمي دي 20، يقول لك انا كده خلاص الحمد لله عدلت البلاطه ولا عمل حاجه. هي البلاطه 14 اللي تحت دي هتدخل في الكالكوليشن. فعايز تعدل الاثنين مفيش مشكله، لا يا غبر، بس اهم حاجه تعدل مين؟ الدبس الحقيقي اللي تحت. اوكي، يبقى ده اول تعديل عدلناه، ان احنا غيرنا في سمك البلاطه. هندخل من قائمه ديفاين سيكشن بروبرتيز سيكشن اريا، وهنضيف قطاع خرساني جديد هنسميه ايماجينري بيم، كاميرا ايه؟ تخيليه، وهندخلها 1 من 10,000 متر في 1 من 10,000 متر، حاجه كده يعني ايه؟ فاكهه. جميل، هنبص في الاكس واي، هنختار كل الكاميرات. هتقولي ايه اللي في النص ده؟ الجوينتس، ما الجوينتس برضه ظاهره، فانت لو مش عايز تختار الجوينتس خليها نوت ان فيو، بحيث لما تيجي تختار كده يختار لك الكاميرات. ادخل غير قطاعه من ماشي، عايز تشيله من دلوقتي ماشي، يعني ممكن واحد يختار كله يغير كله بعدين يرجع يغير كاميرتين السلم، او واحد من دلوقتي يدوس هنا على كاميرا السلم دي يشيلها وكاميرا السلم دي يشيلها معايا. يبقى كده اخترت كله ما عدا كاميرتين السلم. هدخل من قائمه اساين فريم فريم سيكشن واختار ايماجينري بيم. السلم متشال من تحت؟ لا، من تحت ده بيبقى كاميرا كاميرا ماشي يا جماعه. طيب نحفظ، في اي تعديل؟ لا تعديل. رن،
كده الرقم خلص حل 3 dimension حاجة ظريفة. نظهر الاريا ما هنشوف ايه فيه مشكلة ايه هنشوف يا جماعة حاضر هنشوف اوتو سكيل اد ديفورميشن بعد لي طب الكاميرات دي واضح طبعا الكاميرات دي فيها مشكلة ان انا عملتها ايماجينري وشايلة وزن حيطة ومفيش برضه شايلاها قلت تاني يا جماعة الكاميرات دي انا عملتها ايماجينري وهي شايلة حيطة ومفيش برضه شايلاها انا عامل اللي في النص ايماجينري بس هنصور يبقى ده انديكيشن ليا ان انا لازم افتح الاب واجي اخد الكاميرات دي كمان الكاميرا دي الكاميرا دي والكاميرا دي والكاميرا دي واخليهم ايه يا جماعه ريال يعني اساين فريم سيكشن خلي بيمز عملت ليه كده هو ينفع احط فتله عليها احمال حيطه من غير ما حاجه تشيلها طبعا عامل ديفليكشن كبير جدا يعني تعال نشغل يبقى من الديفورميت شيب بقدر اعرف لو في عندي مشكله في الحل بتاعي شايف الديفورميت شيب كويس بس واضح ان الحته دي فيها مشكله خدك معايا وركز واضح ان الحته دي فيها مشكله طبعا هو مش عايز يجيب ديفليكشن لان انا خايف النقط تعالى شيل النقط خليها انفيزيبل هذا اللي مش حاجه شايفها بالظبط ديفليكشن 4 سم السلام عليكم انتوا محمد اظن لسه مخلص والله كنت جاي النهارده بس لسه شويه هسالك لما اروح واتصل بالمهندس محمود اعرف لك لو كان هو حد متخيل ايه المشكله هنا السبورت يا جماعه هنا وفي كاميرا ايماجينري ماشيه كده تاني الكاميرا السبورت هنا ودي كاميرا ايماجينري فالسقف مواصل للسبورت وكاميرا ايماجينري ما تنفعش يا باشمهندس يبقى نفتح الاف اما انك تخلي هنا السبورت يعني تخلي العمود ده كبير ياخد من هنا او انك تاخد الكاميرا دي كده مش دي بس بامتدادها وتخليهم ريال مفهوم يا جماعه انا بعمل ايه؟ بشوف الديفورميت شيب اشوف فين الحته اللي مش مظبوطه وعلى اساسها ببدا اظبط اموري لقيت ان هنا الديفورميت شيب كان مش كويس فقلت نتيجه ايه ان في عمود هنا والبلاطه مش واصله العمود واصله بينهم كاميرا وهعملها ايماجينري كاميرا ضعيفه وينفع كده ينفع البلاطه دي تبقى طايره في الهواء اصل كاميرا ايماجينري مش موجوده ينفع البلاطه تبقى طايره في الهواء والعمود بعيد عنها بنص متر واقول ما هيشيلها مش ينفع صح طيب يبقى الحال ان انا لازم اختار الكاميرا دي بامتدادها وادخل من قائمه assign frame section واقول له ان هي بيم اللي هو الريال اوكي تعالى نحفظ ونحل يبقى كل دي ترايلز انا عمال اعملها عشان اوصل الى الحل الامثل ادي الديفورميشن شوف الديفليكشن بكام؟ 4 مل 4 من 100 من الملي من سنتي اللي كانت 4 سنتي من شويه واخدين بالنا؟ نبص في 3 دايمنشن عشان لو في حته ثانيه بايظه لا دي كويسه نفس المشكله هنا نفس المشكله اللي هي السلم ده ميرور للثاني ايه؟ السلم ده ميرور للثاني بس مقلوب
لا هنا السبورت كان جوه مفيش مشكله، السبورت وصل بالكاميرا، السبورت وصل بالبلاط. يعني المشكله دي مش موجوده هناك، لان هنا يا جماعه نقطه السبورت بتاعت العمود جاي متصل بالبلاط، مفيش اي مشكله خالص. هنا 9 ملي كلها الحمد لله ديفليكشنز ايه كويس. يبقى عن طريق الديفورمد شيب بقدر اتعرف لو عندي اي مشكله. طب عايزين نشوف المومنت، ركز معايا بقى، المومنت الرياكشنز عادي مش مشكله خالص. عايز اشوف المومنت على الكاميرات عادي، ما انا ما يهمنيش غير مين الكاميرات السلم. تعالى نخفي ده ونخفي ده، ادي الكاميرتين عندي، كاميرات الريال اللي شايله صح يا جماعه، والاماج ده اللي مش شايلين حاجه اصلا وما لهمش اي لازمه. طيب عايزين نظهر عشان نشوف المومنت بقى على البلاط عشان نبدا الشغل الكبير بتاعنا. ام 11 اللي هو ام اكس، ركز بقى معايا، ركز بقى معايا، ركز معايا يا باشمهندس. اقصى مومنت عندنا هنا هو 48، حتى لو بسيط او في 54، لو بسيط تحت خالص الراجل كتر خيره مديك المينيمم والماكسيمم تحت خالص، السطر اللي تحت المينيمم سالب 234 والماكسيمم 54، 54 كيلو نيوتن متر، يعني 5 وكام؟ 4 من 10. هنصمم على قول 4 ونص، هنصمم على كام؟ على 4 ونص. وليكن المونت ريزيستنس ل 4 ونص، يعني سنت القطاع طلع 4.8. فهنيجي هنا من رسم المومنت، خد بالك هنيجي هنا في رسم المومنت في البلاطه ام 11، هنيجي نقول له عايزين رينج من 0 ل 4.8. اوكي ركزوا معايا بقى، ركزوا معايا، من 0 ل 4.8 متخيلين؟ بص معايا انا هاجي اقول له 0 0، انا قلت له سيملي 1 1 ام 1 1 في الاتجاه ده على البلاطه كلها، كلام جميل. الراجل قال ان الماكسيمم بوزيتيف مومنت 54 تحت اهي مكتوب صح؟ لو الناس مش شايفين 6 مكتوب لي تحت 54، ده الماكسيمم بوزيتيف مومنت. هصمم على 90% من 80% منه، يعني قول على 4 ونص، تيجي 4 ونص تصممها تلاقي نفسك القطاع ده لو اتصممت مومنت ريزيستنس تاني يروح مديك قطاع مثلا 4.8. يبقى الاول عايز اشوف المنطقه اللي المومنت فيها من 0 ل 4.8، من 0 ل 4.8 لان دي كده متغطيه بالشبكه السفليه. متغطيه بايه؟ وابدا احط ثلاث سياخ زياده تحت سفلي واشوف هيجيب لهم ريزيستنس كام؟ طلع مثلا 5 ونص. مثلا فخلاص انا عارف من غير ما ارسم هو اقصى مومنت 5.4، ولا محطوط ثلاث سيخ سفلي طلع 5.5، يبقى انا كده متغطي. انا بس عايز اسجل المناطق اللي من ال 4.8 لل 5.5 اللي محتاجين حديد ايه اضافي. فانت شويه ممكن تيجي من هنا تقول له يا عم الحاج في ام 11 ارسم لي المومنت من 4.6 مثلا، بلاش 0.8 كيلو متر ولا اه كيلو متر صح، يبقى من 46 او من 0 ل 46، من 0 ل 46. اوكي بصي معايا، بصي معايا وانظر، في عندي مناطق ذات الوان مختلفه اخضر واصفر وازرق، ماشي مشكله فيهم. انا مشكلتي كلها اللي المومنت فيها يزيد عن كام؟ عن 46 صح ولا صح؟ اللي هي المناطق الزرقاء الغمقاء ماشي يا جماعه؟ شوف واحد عنده الوان ضعيفه الوان هيخرب. طيب ممكن نعملها بطريقه ثانيه، لو حتى نظره ضعيف هنقول له ارسم لي المومنت من 46 ل 55 عشان يبين وضوح الشمس ان في لون سائد وفي شويه الوان فوق خالص في الحته دي. صح ولا صح يا جماعه؟ اللون السائد ده تحت ال 46 يعني مش محتاج اضافه.
لكن من 46 ل 55 هي الالوان المختلفه اللي هي الحته دي. لو عملنا عليها زوم افتكر معايا ان كل قطعه من دول نص متر، فانا محتاج هنا ادي قطعه 2 3 4 5 ونص، يعني في نص من هنا دي 1 2 3 4 ونص، يعني 5 حتت 2 متر ونص. بس زي ما حاطه عارفين ان انا مش بحط الحديد عند المونت وخلاص، لازم في عندي 60 فاي من الناحيه دي و60 فاي من الناحيه دي. 60 فاي في الفاي 12 تديك 70 سم 72 سم، يبقى انا محتاج اقول 75 سم من الناحيه دي و75 سم من الناحيه دي و2 متر ونص هنا، يبقى 2 7 75 سم 75 سم متر ونص، متر ونص مع 2 متر ونص، يبقى محتاج سيخ طوله 4 في الحته دي على بعد من الحرف متر 75 بالتحديد اهو. بس ما تنساش تقلل ال 75 سنتي، مش في عندي 75 سنتي اللي هي الانكورج لينس، يبقى انا عايز على بعد متر، من على بعد متر هبدا احط سيخ طوله 4 متر بامتداد مسافه 1 متر. الكل ده بصمم مومنت في ايه؟ في اكس. كل ده بصمم مومنت في ايه يا جماعه؟ في اكس. وصلت؟ يبقى انا كده حددت اماكن الاضافه السفلي في الاكس. طيب تعالى ايه اللي حدد النص او هو حاسب انت في ديستنس، هنشوفها في الواو. هنيجي نرسم ام 2 2 هنرسمه جنرال الاول 0 0. المهم هنا طلع كبير، ماكسيمم مومنت 133. ركز معايا، المهم طلع كام؟ 133. وهتقول لك انا هحط برضو الشبكه 6 فاي 12 اللي هي كانت جايبه نقطه الزيستن 46. تعالوا كده نشوف ونتفرج، نشوف لما اقول له حط لي مومنت من 46 ل 133 او 135 عشان نشوف فين الاضافه. طبعا كله مسيف مفيش الوان. هذا يعني ركزوا معايا بقى، ركزوا معايا ان المومنت ده مومنت وهمي في حته انستيبل. تاني ركزوا معايا، انا قلت له يا عم الحاج وريني فين الحته المومنت كبير، قلت له وريني فين الحته اللي فيها المومنت الكبير ده مش ظاهر قدامي حاجه، يبقى في منطقه فيها تركيز الحمل او تركيز مومنت عند فتحه عند حاجه. طبعا ده ذكرني بالحته اللي تحت دي، فاكرين الحته اللي تحت دي؟ احنا كنا عالجناها في السوليد سلاب لكن لم نعالجها في الفلات سلاب، صح ولا صح؟ طبعا حاجه زي كده ليس من الحكمه ان انا احط المومنت بره العمود بره. يا جماعه افتكروا انا كنت حاطط العمود بره، فاكرين ساعة ما قلت الكاميرا دي شايله دي ودي شايله دي؟ في فلات سلاب مش حكمة، مش من الحكمة، الأفضل إن أنا ألغي كده وخل ألغي العمود من هنا. طبعا إحنا خافين النقط، فاكرين؟ نزل النقط، أخلي النقطة دي فري وأخلي النقطة دي هنج. حد فاهم أنا عملت إيه؟ لقيت المومنت متركز في الحته دي. ساعات تلاقي المومنت متركز عند مانور، يعني الافضل طبعا في المانور في فلات سلاب انك يكون حواليه عمدان، يجي واحد عنده مانور كبير ومش حاطط عنده عمدان، صح؟ يبقى الحته دي في عندها تركيز مومنت. فانا الحل ان انا اعمل ايه؟ لغيت العمود من هنا ودخلته هنا. تعال نحل كده. مش هيأثر على الكنتليفر برضه؟ ايه؟ مش هيأثر على الكنتليفر تاني؟ مومنت مش هيبقى فيه ده كنتليفر بلاطه، دي افضل ان يكون كانتليفر بلاطه يا جماعه افضل. بص المومنت بقى كام تحت الماكسيمم؟ 60. وصلت؟ مش نص، هناك كانت دي حته ان ستيل. نعم. تركيز المومنت عند الحد الكويسه انك انت عندك، يعني انت لو عندك مفيش كاميرات وفي، يعني تعالى هات لي بص
تعالي بقى حد يجيب ورقه وبيضه. بصوا يا جماعه شايفين الكاميرا البلاط دي؟ باشمهندس يمسك من ناحيه ومن الناحيه دي وانا ماسك من ناحيه ومن الناحيه دي. تخيلوا انا بضغط في النص، في مشكله؟ في مشكله؟ مفيش مشكله. بتحصل ديفليكشن عادي، لكن تخيل ان في قطع في البلاطه دي في الورق وانا جيت ضغط. حد متخيل ايه اللي يحصل عند الفتحه دي؟ هتفتح، هتبدا تشرخ كده يا جماعه عند الكورنرز بتاعت الفتحه. صح ولا لا؟ ده معناه ان ممكن الجزء ده هيشيله ويروح يدي لا بيبدا يحصل يعني اماكن الفتحه بتبقى نقط تركيز للمومنت، بيبدا يركز عند المومنت ويفتح يشرخ عنده. طب حتى الكورنر التاني اللي بنفس الحته دي ايه؟ الكورنر ده ما العمود هنا كان جوه ولا كان بره؟ العمود هنا كان جوه مش كان بره والله. تعال نشوف اماكن الاعمده كده، تعال نشوف اماكن الاعمده. مش سامع، ما كانش في عمود جوه، نخلي العمود جوه بدل بره. نفتح الاف ونخلي العمود جوه بدل بره. خلاص يا جماعه مش لازم التكييف، احنا بنستنى خمس دقايق ونخلص. مش لازم التكييف دلوقتي. يبقى انا مدخل العمود جوه وحل. زي ما قلت لحضراتكم الافضل في الفلات سلاب لما يكون عندي حته طالعه لبره ما احطش العمود على الحته اللي بره، والا هتبقى الحته دي شايله البلاط كلها. فاهمين مش فاهميني؟ يعني انا لو جيت هنا يا باشمهندسين وجيت حطيت عمداني هنا اهو، متخيلين الحمل عشان يمشي من البلاطه لغايه العمود بيعمل ايه؟ بيجي عند الحته دي ويكسر. صح؟ يعني عايز يوصل فمش عارف يوصل كده، يوم يجي هنا ويمشي كده، يجي هنا ويمشي كده، فتلاقي الحته دي ايه؟ كونسنتريشن للمومنت. واضح يا باشمهندسين؟ معايا؟ فلذلك يفضل هنا لا مفيش كاميرا، كل الكاميرا ده ايماجنري. كل الكاميرا ده ايماجنري. لا البلاطات دي بقى لو بلاطه من هذا القبيل ما ينفعش واحد يعمل لي ميرجنال بيم ماشيه كده 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 كده. ليه؟ ان الحتتين اللي طالعين دول كانتليفر بدون امتداد. فالافضل حاجه في الحته دي فلات سلاب، فلات سلاب صغير. ماشي يا جماعه؟ ليه؟ ديفريشن كانتليفر مش يعني ما يبقاش دي كانتليفر ده لو كله نص متر ده؟ اه ماله؟ يكون هو نص متر مش ديفريشن يا جماعه. كانتليفر ده كانتليفر سلاب دي لو متر متر ونص 2 متر مفيش مشكله في الفلات سلاب. هتطلع لي حديد وهسلح. ماشي؟ طيب تعالوا بقى نشوف المومنت. نرجع مرجعنا يا علم. نرجع مرجعنا للمومنت ام 22 00 الاول. في ناس بتتكلم يا جماعه ركزوا معايا. الثاني مومنت 47 ايه؟ اغير مفيش مشكله خالص يجوز طبعا. ودي ميزه الفلات سلاب انها بتديني حريه وضع للاعمده غير الثاني. الكاميرا دي مش شاذبه على دي، ودي انستيبل مع دي، ودي مش عارف ايه. لا انت هنا العمليه حره بالنسبه لك. فالمومنت خد عمود بس بما لا يخالف المعمار. بما لا يخالف الايه؟ بالمعمار. طبعا واضح ان الشبكه هنا 47 فمتغطيه، فممكن ما احطش ده في السفلي خالص، مش اي مشكله خالص. سفلي يعني كل ده بتكلم على السفلي. بوزيتيف مومنت سفلي. ماشي يا جماعه؟ كل ده بتكلم على بوزيتيف مومنت. يعني مش لازم يكون 80% وازود اضافي. لو العمليه مش مستاهله زي اللي معانا دي 6.12 سفلي غطت الدنيا. ما تجيش تقول لا هنحط 6.10 نحط اضافي. ما خلاص يا عم مش مستاهله. تعالى بقى نشوف النيجاتيف بقى، هو ده اللي فيه الشغل.
النيجاتيف بقى هو ده اللي فيه الشغل. تعال نبص المومنت في اكس اللي هو ام 11 كان الماكس مومنت نيجاتيف مومنت 238. 200 كام يا جماعه؟ 38 اللي هو هنا بيسميه مينيموم. ماكسيمم نيجاتيف يعني مينيموم. لا يا عم انا هحط 6 فايت 12 زي الصفر اللي هي جابت مومنت ريزيستنس 46. تعالوا نشوف بقى المومنت من 46 سالب 46. بس خد بالكم ان سالب 46 دي بتبقى اسمها الماكسيمم. يعني هرسم من سالب 46 لسالب 300 مثلا. متخيلين؟ كل الازرق ده متغطي. كل اللي ده اللي عند العمدان متركز ده ده اللي محتاج اضافه يا جماعه علوي في الاكس. محتاج قد ايه يا عم الحاج؟ ده اللي هنتكلم عليه دلوقتي. ده اللي هنتكلم عليه. ده اللي هنتكلم ايه؟ عليه. اجي مثلا هحط 6 مش هلعب بقى في 6 في فاي 12. انا هدفع على فاي 16. هحط مره 3 فاي 16 ومره 6 فاي 16. من غير اضافي كان المونت ريزيستنس 46 كيلو نيوتن متر. لما حطيت 3 فاي 16 قول مثلا المومنت طلع ريزيستنس ب 80. يبقى هنيجي نشوف المومنت ريزيستنس من 46 من سالب 46 لسالب 80. ركز معايا ركز معايا. ماليش دعوه بالازرق ده ماليش دعوه بالازرق ده ده متغطي سيف. وماليش دعوه بالبنفسجي ده لان ده محتاج اكتر. اللي بينهم هو ده اللي متغطي بالرينج اللي انا قايل عليه اللي هم الثلاث تسيخ الزياده. قلت تاني انا في عندي ثلاث مناطق. قلت له رسم لي من سالب 46 لسالب 80. اللي تحت السالب 46 ده سيف سالب 80. اللي فوق ال 80 ده محتاج كمان زياده. اللي بينهم ده هو ده المتغطي بالثلاث سياخ اللي انا حطيتهم زياده. خلاص؟ اجي اعمل نفس الكلام مره كمان من 80 ل 120 اللي هي بتجيب 6 سياخ. بس طبعا خد بالك بقى لو ان الحته الباقيه دي هي مساحه العمود وانا عندي ابعاد العمود ومصممه فبها ونعمت وانسى بقى ويبقى هو ده اللي تسيب. لا اكتر من مساحه العمود. فانت محتاج ان تنتقل الى مساحه اكبر. هقول له من سالب 60 الى سالب 120. يجي واحد يقول لي لا خد بالك المساحه قلت اهي. واحد يقول لي لا ده انت كان المفروض تشوف من سالب 80 لسالب 120. اقول لك بس اصلا مش من حكمه ان انا اجي فوق العمود ولا بص على الحاج في الحته دي تحط ثلاث سياخ زياده. في الحته دي محتاجين 6 سياخ ودي 3 سياخ كلها تشيل سياخ. اقول تاني اقول تاني. يعني انا في عندي لما جيت رسمت هنا المومنت لما جيت رسمت المومنت هنا في الاول قلت له من سالب 46 لسالب 80 صح. فالراجل قال لي ان في منطقه هتتغطي بالثلاث سياخ بس في لا زالت منطقه كبيره محتاجه اكثر من ذلك. صح ولا صح؟ فهل من المنطقي ان انا لما اجي اقول للحداد اقول له بص من هنا لهنا ثلاث سياخ من هنا لهنا ست سياخ من هنا لهنا ثلاث سياخ؟ ده انت الست سياخ اصلا لما تيجي تحطهم هتحط لهم انكور جيلنس من الناحيه دي ومن الناحيه دي 60 فاي هيغطوا الثلاث سياخ ويفيدوا. فاهمين يا جماعه؟ يبقى انا من الحكمه ان انا اجي لو اعمل الرينج بتاع الثلاث سياخ لقيت المساحه الباقيه العمود جايبه مساحه العمود. هنشوف كده في مناطق زي دي ودي. شايفين دول؟ بص لي شايفين دول؟ شايفين اللي باقي حاجه 20 سم 20 سم اهي. مش الحتتين من دول 50 سم يا جماعه؟ يبقى الحته دي 7 سم ولا 8 سم ومع 8 سم كل سنه طيب خلاص خلص. يبقى انا في الحتت دي ودي هتلاقي في العمدان الخارجيه هتلاقي انك محتاج اضافي علوي ثلاث سياخ. لكن لما تجي لي سيادتك في العمدان الجوانيه اللي محتاجه جامد وتيجي تقول لي هحط ثلاث سياخ ومحتاج كمان ست سياخ لا
حط كله ست سياق وريح دماغك. ارسم من سالب 46 لسالب 120. المساحه قلت في حدود 20 سم 20 سم 40. لو عمود 40 يبقى دي باص عدت بالست سياخ فاي 16. لا عمودي كان 25، ادخل على ست سياخ فاي 18 تلاقي مثلا جابلك موت ريزيستنس بسالب 160. بس كل ده شريطه ان الدبث يسيف، شريطه ان الدبث يسيف يسيف 5 في 5 سم. نعم كده. انا كل ده شغال ام اكس، كل ده شغال ام 1 ام اكس، كل ده اضافي علوي في اتجاه اكس. لسه هنعمل نفس الموال اضافي علوي في اتجاه واي. تعمل زاويه اكبر دي، مش اكبر الكومنت ايه اكبر بنزود فيها يعني. يا جماعه انا كل ده بزود، بص معايا، كل ده بشوف بزود الاضافي العلوي، فبزود الموت في الريزيستنس العلوي. طب العمود مش ممكن يعني بدل ده بتاع كبير مش هيسحب الموت ده؟ ما هي باشمهندس، ما انا بقعد ازود المومنت لغايه مساحه المومنت اللي هي، ما هو لو واحد عايز يغطي المومنت اللي فوق سنتر العمود محتاج 900 سيخ فاي 16 او 6 سيخ فاي 900، لان المومنت اكزاكت فوق العمود فظيع. اهو تعال نشوف، بص شوف 170 وفي 180 كيلو، فانت فوق السنتر مش هتجيب. لكن انا يكفيني ان المنطقه اللي مش مسيف فيها المومنت تبقى على قد مساحه العمود. وضحت؟ ايه؟ موازي الاكس نفس الكلام اللي انا عملته، يا باشمهندسين في الاكس سوف افعله في الواي. هاجي الاول اقول له ام 2200 ده المومنت في الواي. هاجي اشوف الاضافه اللي انا محتاج، سالب 46 الى سالب 70 فاكرين او سالب 80. اوكي في حتت كبيره وفي حتت صغيره، كل ده الاضافي العلوي اللي في اتجاه الواي. حد متخيل المنطقه البنفسجيه عامله ازاي؟ ده ولا دي العمود حتى ولا نص العمود، لكن شايف لي هنا يا باشمهندس المنطقه عامله ازاي؟ ده واخد لها يجي متر طالما صح. او ما ادخل على اضافي علوي اكثر، سالب 120 قلت. هل العمود 50 ولا اقل؟ لو العمود ضربه كده او ضربه كده، ساعات في ناس بترسم بالشفافات، تطبع وترسم بالشفافه عليها بقطاع العمود، مش مشكله. لا محتاج كمان تحط 6 فاي 16 يبقى سالب 180 مثلا حسب الحسابات. خلص خلص، يبقى حط السيخ. وما تنساش تحط الانكور جلينس. هحاول ان شاء الله في الشرح الفيديو احط لكم شويه خرسانه معاها كيفيه حساب المونت ريزيستنس، واحط لكم معاها كيفيه رسم الكلام ده في اللوحه. ان شاء الله. مش سامع حاجه، مش سامع حاجه، خلاص مش هنعمل حاجه، خلاص بلاش نعمل حاجه قدام الناس تتكلم. قول يا فندم. تشيك اوف بانش ده انت بتعمله بايدك بقى، ما انت عندك جبت الرياكشن على العمدان، الرياكشن على العمدان واعمل تشيك اوف بانش. السيرك والايتابس بيعملوه، لكن سامع ما يعملش تشيك اوف بانش. قول يا فندم. عشان العمود مدخله نقطه. ايوه ما قلنا قبل كده لو عمودك كبير
بتعبر عن العمود بكذا هنش. يعني واحد عنده عمود بيت 30 20 دور والعمود طالع له 80 في 2 متر هيدخلها هنش واحده؟ لا طبعا، هتلاقي ال 80 دي واخدلها نقطتين كده وال 2 متر واخدلهم خمس نقط كده، روح مدخل دي هنش تقوم تهدي لك الومت شويه. لا دول بقى استنشوت الفورس نورمال فورس اللي هو ايه سيل صمم على الفيديو بتصمم اكتر.